في وضع من أوضاع الصلاة، يعني تطبيقا للحديث صلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به، هناك نقطة خلافية بسيطة بالنسبة لجلسة الاستراحة. نرى كثيرا من الإخوة وأنا واحد منهم يعني لا ألتزم بالإمام إذا جلس أو لم يجلس، فأنا أجلس جلسة الاستراحة مثلا ولا أبالي، فما موقف مثلا هذه الصلاة من الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ هنا المسألة فيها تفصيل. أولا هل أنت متذكر وعالم أن الإمام لا يجلس جلسة استراحة أو لا؟ أنا أعلم. ففي حالة كونك لا تعلم فلا إشكال، واضح؟ نعم. وفي حال كونك تعلم، هنا لابن تيمية رأي يقول أنه لا بأس من الجلوس جلسة استراحة لأنها جلسة خفيفة لا تتنافى مع متابعة الإمام، أما رأيي الخاص فهو متابعة الإمام على طول الخط لمن يتذكر، لمن يتذكر. ابن تيمية يرى أنه يأتي بالجلسة هذه ولو كان الإمام لا يأتي بها، لأنه لا يتخلف عن الإمام كثيرا، فهو ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى غير زاوية إنما جعل الإمام ليؤتم به، واضح؟ لكن عموم هذا الحديث يوجب علينا متابعة الإمام إلا في حالة يعني نقول نحن إذا أمكن أن يكون الإمام قد تبينت له السنة ثم هو يكابر ولا يراعي السنة وإنما يراعي الناس، فهذا ليس له حرمة ويخالف.